الوافد لسه بسم الله الرحمن الرحيم وبطوله على طول اهو. الاول الحمد لله على السلامه من الكورونا، وما شاء الله اول مباراه ببطوله، يعني وش العروسه حلو عليك واول بطوله ليك اهو مع النادي الاهلي. يلا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك لجمهور النادي العظيم، مبروك للعيبه، ومبروك للناس كلها. البطوله مهمه، غايبه بقى لها سنتين ثلاثه. طبعا مبسوطين جدا ان احنا خدنا البطوله دي. طبعا ما تقلش بطوله عن اي بطوله ثانيه، انت بتحقق الثلاثيه النهارده، فالحمد لله، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه. عاوزين بقى السوبر الافريقي وعاوزين السوبر المحلي، جمهور الاهلي عاوز كل البطولات ان شاء الله. احنا بناخد مرحله مرحله، احنا النهارده خلاص خلصنا الكاس، هنفرح النهارده، بكره نبتدي نفكر بقى في البطولات اللي جايه ان شاء الله. يمكن السوبر ممكن يترحل شويه، فاحنا نركز على ماتشات الدوري اللي هتتلعب في الفتره الاولانيه دي، وان شاء الله باذن الله نقدر نحسم الدوري برده زي كل سنه بدري ان شاء الله. مليون مبروك. الله يخليك. ووش العروسه حلو عليك زي الفل. مليون مبروك. مليون مبروك. هو عايز منك ايه؟ كابتن